السعودي بلمسة إلى مترو يحافظ على كورته في هذه المساحة في الانطلاقات جميلة لمالكم على اليسار صافج انتظار لمسة لصبيج يا هلال شيء من الخيال. الهلال سجل الهدف الأول لا يكتفي بذلك يذهب ربما لهدف آخر المحاولة الله هكذا تكون الاحتفالية في الملعب الجديد بدون أن يحصل على فرصة لأن يتنفس كرة بينية خطيرة فرصة لإنتر ميامي والتعادل قد يأتي الفرصة الهدف الأول وصل ميسي للهدف الثاني لإنتر ميامي في هذه الأمسية تركب وانتظار ليو أمام الطيار ليو يحاول ميشيل بينية خطيرة الحمد لله بكرة عرضية وبالرأس يا ميشيل عن التعديل هنا دافيد عند كرة فرصة تأتي وتصويب الله وسط الميدان تمريرة إلى ليو ليو في نقلة في لمسة ليو من جديد هنا انطلاق هنا انطلاقات المعتادة وهنا مهارات الاعتيادية هذا هو ليو الذي نعرفه الله 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 على كرة من جانب ميسي في اللقطة الماضية عرضية ترسل ما زالت قائمة لفريق انتر ميامي تسديدة بتعود إلى ليو إلى خارج الملعب نعم إلى خارج الملعب نعم لكن قبل ذلك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية لابد أن يظهر بلمحاتي لابد أن يظهر بفنياتي لابد أن يظهر بما اعتادت عليه الجماهير في أن تشاهد من ليونيل ميسي هذه واحدة لف ودار أمام ياسر الشهراني في اللقطة الماضية ومن ثم تمريرة البيني وميسي على صعيد التمريرات يعني احيانا تشعر بكره عرضيه فرصه بالراس يا مالكم يا مالكم يا مالكم بالضربه القاضيه